أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى جميع التشريعات المحالة إليها، وذلك من خلال 11 اجتماعا عقدته من اللجنة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، حيث قامت بإنجاز 13 مشروع قانون ومرسوم بقانون واحد بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شملت مشروعات القوانين التي أقرتها اللجنة وقامت بإحالتها إلى مكتب المجلس على مشروع قانون لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلى جانب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروعين بقانون بإضافة مواد جديدة إلى قانون العقوبات، وكذلك قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تضمنت مشاريع القوانين التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد 8 اتفاقيات ومعاهدات بين مملكة البحرين ودول أخرى.